نحن هذا البوت كامب نمبر 18 ببنك بيروت. تخيلوا كم شخص وشخص قطعوا من عنا واليوم بنعرفهم صاروا بمراكز مهمة أو حتى عملوا their own business because of this skills اكتسبوها بالبوت كامب. So عن جد صدقوني هذا البروجرام حيفتح لكم بواب كتير، حيعلمكم سكيلز تعلمتوها already بلشوا فيها حياتكم المهنية لعن جد تبلشوا بمستقبلكم بطريقة صحيحة. صرنا نعرف كيف بدنا نفوت على سوق العمل، إذا كيف بدنا نعمل CV، كيف لازم نحكي، how to interact. Learned about the art of networking and how to actually continuously follow up with the people that I meet. I know that's the secret to everything. هيدي السنة مثل كل السنين ومثل كل البوت كامبس مميزة. حبيت الأشخاص كيف هن مندفعين، حبيت الشبيبة كيف هن جايين متحمسين لأنه رفقاتهم خبرون عن البوت كامب، لأنه رفقاتهم أخذوا فرص من بعد هيدا البوت كامب. فسنة بعد سنة بوت كامب بعد بوت كامب عم يثبتوا بانك اوف بيروت واماديست أنه هيدا البرنامج هو كتير قيم للشباب، هو عم يفتح لهم فرص للمستقبل ويخليهم يتميزوا بقلب السوق عن كل الأشخاص اللي بتخرجوا معهم.